ملامح سريعه و Recording in progress. ملامح سريعه عن السيروسز، وذكرنا الاسباب مالته، طعناكم شويه عن الباثولوجي، وذكرنا ايضا الكومبليكيشن مالته والسيمتومز، وطعيناكم نبذه يعني فود اوت لاين عن المانجمنت. وقلنا السيروسز عباره عن فايبروزز وذ نودولار فورميشن هيباتيك ريجنريشن مانيفستيشن نوبات يكون اسيمبتوماتيك الى ان يصل مرحله يعمل عندنا انكفالوباثي واسايتس سبلينوميجالي وبورتال هايبرتنشن، وممكن يعمل عندنا ابر جي اي بليد اللي هي فاريس. والتريتمنت الحقيقه اهم نقطه هو نعالج السبب. السبب اذا اكو فيروس مثلا او عندنا نن الكوليك فاتي ليفر ديزيز، ايش قد ما تعالج من البدايه ايش قد النتائج تكون احسن. والبروجنوزز يعتمد على الستيج مال البرزنتيشن، يعني واحد اذا بالبدايه مثلا الكوليك وعنده بدايه فايبروزز البروجنوزز يكون كلش جود اذا احنا وقفنا استعمال الايتيولوجيكال ايجنتس. اما اذا جاك السايتس او انكفالوباثي البروجنوزز يكون جاردد، يعني وني البروجنوزز از نوت ذات جود. زين، والسيروسس بينه اسباب كثيره، قسم منه فايرال، قسم منه اوتوميون ديزيز، قسم منه دراجز، قسم منه فاتي ليفر ديبوزيشن، قسم منه اوتوميون ديزيز. يعني زين، فهسه هنذكر لكم واحد من التايبس مال الليفر سيروسس بشكل مختصر اللي نسمينه برايمري بيليري كولنجايتس او يسمونه برايمري بيليري سيروسس. زين، هذا يعني موجود بالغرب شويه اكثر من عندنا، ونعطيكم الملامح مالته. هو شنو؟ عبارة عن chronic progressive cholestatic liver disease of unknown cause، ما يعرفون السبب ماله، يصير بينه cholestasis يعني البايل will be cholestatic inside the biliary passages، وعادة يأثر على الفيميلز. الفيميلز يعني بنسبة 9 إلى 1، 9 إلى 1، وأكثر من 30 سنة، يعني عادة النساء اللي ينصابون بين 40 و50 سنة. وهو موجود بنورث يوروب and نورث أمريكا، وبآسيا وأفريقيا شوية أقل. نجي على الباثوفيسيولوجي، هو عبارة عن immune mediated disease، يعني له علاقة بالإميونيتي مال الشخص. أكو فقط ديستربنس بالإميونيتي بحيث الإميون سيستم will be directed against the biliary passages of the affected patients. وليه هو autoimmune؟ لأنه it might be associated with other autoimmune disease، يعني ممكن المريض هو عنده هيباتيتس، زين، وممكن عنده ثايرويد ديزيز ثايرويدايتس، او ممكن عنده مثلا اديسن بيرنيشيس انيميا، او ممكن عنده مثلا اذر اوتو اميون ديزيزز مثلا تايب 1 دايابيتس. شلون؟ اذا نجي على الباثولوجي مالته، يعني اكو جرانيولوما فورميشن، جرانيولوما زين اللي هي بيها ليمفوسايتس، زين، وذ انفليكشن اوف دامج تو ذا انتر لوبولار بيلياري داكتس. يعني البيليري داكس اللي موجوده بين الليبيولز will be inflamed and by time it will be affected tremendously and it might lead to fibrosis and cirrhosis. الكلينيكال فيتشرز مالتها systemic symptom، يعني المريض نوبات احنا من تجي ما نقرا سنه نشخصها، تجيك واحد تقول لك انا تعبان، يعني تعباني، زين، fatigue is a common presentation، يعني المريض يقول لك تعبان وانت تساله عده اسئله نوبات ما تصل السبب اذا انت ما تفكر بالمرض. And may precede diagnosis by years، يعني المريض قبل ما يجي احتمال عنده سنوات، سنتين، ثلاثه هو تعبان. النكست كومن برزنتيشن برورايتس، يعني المريض يصير عنده حبه، زين؟ وهاي البرورايتس ممكن تحدث بلا جوندس. It may precede jaundice by months or years، هي هون الصعوبه بالتشخيص. يعني اذا يجيك مريض تعبان وعنده جوندس وبرورايتس التشخيص يكون سهل. بس احيانا المريض يجيك بس برورايتس، تيجي المريضه بس برورايتس، تفحص عيونه ما عنده جونز. والبرورايتس طول سنه سنتين انت ما تعرف السبب، فانت لازم تفكر بهذه الحاله حتى تقدر تدز الفحوصات المناسبه. والعلمكم الجوندس از ارير اند ليت بريزنتنج فيتشر، يصير جوندس بس از نوت ذات كومن، يعني مو مثل هيباتيتس فايرال هيباتيتس، جوندس از كومن. زين؟ والجوندس ما يصير بالبدايه، يصير يعني بوقت متاخر. واحيانا يجي المريض عنده رايت ابر هايبوكوندريال ديسكمفورت، وعاده ما يصير عنده فيبر، يعني ذير از يوجوالي نو فيبر. واحيانا الديزيز ياثر على اعضاء اخرى بالجسم، يعني مثل البونز، فيصير عندنا اوستيوماليشيا اند اوستيوبوروسيس، فالمريض يجيك بون بين اند فراكشرز.
بالحالات المتأخرة ممكن المريض يصير عنده ويت لوس. زين، واكو شغله لازم تعرفوا انه كل هذا قلنا كوليستاتيك جوندس، يعني ميديكال اوبستراكتيف جوندس، يعني لانه البليري باسج افكت، فراح يصير عندهم الكوليسترول يرتفع، فممكن المريض يصير عنده زانفيلازما اوكرز ان ماينورتي اراوند ذا ايس. يعني ما كل المرضى يصير عندهم زانفيلازما، قسم منهم يصير عندهم زانفيلازما، قسم منهم يعني هاي الزانفيلازما تترسب حول العين، ممكن يصير بالهاند كريزز، ممكن يصير بالالبو، ممكن يصير بالني، ممكن يصير بالباتكس. فاذا الكوليسترول ديبوزيشن يحدث ثرو اوت ديفرنت ارياز اوف ذا بودي. من نفحص المريض، قسم من المرضى يصير عندهم هيباتو سبلينوميجالي، وبالحالات المتاخره نوبات يجيك المريض اسايتس وجوندس وانكفالوباثي نسميها ليفر فيلير. ومثل ما قلت لكم يعني هذا اوتو اميون ديزيز، ات مايت بي اسوشيتد ويز سيكا سيندروم. زين، سيكا سيندروم هذا عباره عن دراينس اوف ذا تيرز اوف ذا اي، زين، dryness of the mouth due to lack of salivation يسمونه سيكا سيندروم، هم autoimmune disease. زين، او هو من جماعه الحقيقه شوغرين سيندروم، يسمونه شوغرين سيندروم ايضا. زين، ممكن يصير مع systemic sclerosis، يعني يصير thickening of fibrosis بالسكن، مع celiac disease، مع الهايبوثايرويديزم، كلها autoimmune disease. التشخيص طبعا هوني احنا من نشك بالمرض نقوم نبعث فقط فحوصات كلش سبيسيفيك، يعني اكو فحوصات يعني مثلا ليفر فانكشن تيست التراساوند ما تعطيك تشخيص دقيق، هي ضروريه تعملها، بس حتى تصل للتشخيص الدقيق يجب ان ترسل المريض فقط انتيبادي جدا مهم، هو هذا الدايجنوستيك يسمونه انتي مايتوكوندريال انتيبادي، انتي مايتوكوندريال انتيبادي اللي موجود ب 95% من المرضى. زين، اكو انتيبادي الله يسمونه انتي سموث مصل انتيبادي، هذا موجود بنسبه كلش قليله يعني 15%، وهذا الانتي سموث ذكرناه انه بالاوتوميون هيباتايتس اللي يصير بالفيميز اللي اعمارهم صغيره بين ال 20 وال 30. فالانتي سموث مصل هو يصير بالاوتوميون هيباتايتس، الانتي مايتوكوندريا بالبرايمري، بس ممكن اثنين موجودين نفس المرض بس بنسب مختلفه. ايضا المريض اذا نعمل له اميونوجلوبولين لانه هذا اوتوميون ديزيز نخشى على الاي جي ام يزداد، بينما بحاله الاوتوميون هيباتايتس الاي جي جي يرتفع. زين، انتبهوا، يجوز يجيكم سؤال عن الفرق بينات هوني اي جي ام نوك اي جي جي. عندنا بالاوتوميون هيباتايتس يصير عندنا يعني هيباتيتيك باترن، يعني هيباتايتس باترن، ما يصير عندنا اوبستراكتيف باترن. هوني بالليفر فانكشن تيست كوليستاتيك باترن، يعني الالكالين فوسفاتيز كثير يرتفع بينما بقيه الانزيم شويه ترتفع. بالاوتوميون الفرق نوكا يكون الانزيمز العادي اي اس تي اي ال تي ترتفع بكثره بينما الالكلاين فوسفاتيز يرتفع بشكل قليل، فهذا يسمونه كوليستاتيك باترن. وايضا الكوليسترول عندنا هون يرتفع، والمريض ايضا اي مريض يجيك كوليستاتيك جوندس يخاف لا يكون اكو اوبستراكشن، يعني من يقول هذا برايمري بليري سيروسيس؟ فالمريض نعمل له سونار نشوف البليري باسجز لا يكون اكو ستون، نعمل له ام ار سي بي لا يكون اكو تيومر بليري اوبستراكشن، and the RCP نوبات نعمل له to exclude biliary obstruction. هاي الفحوصات تلون لنا المجاري الصفراويه to exclude obstruction. وقسم من الحالات نحتاج الى liver biopsy in selected cases who lack يعني antibody، يعني اكو قسم من المرضى 5% ما عندهم antibody. زين، فنحن ايش نعمل لهم؟ نعمل لهم liver biopsy حتى نشوف الجرانيولوم. العلاج مع المريض، زين، اذا المريض الديزيز مالته مايل وليتل سيمتومز الحقيقه بس نعمل مونيتور، يعني ماكو فوائد سبيسيفيك ثيرابي، نتابع المريض كل 6 اشهر كل سنه نعيد الفحوصات مالته. بس اذا الديزيز از مودريت تو سيفير لازم نعطي علاج. زين، فهوني ايش نستخدم؟ طبعا العلمكم هذا تمام اوتو اميون ديزيز، بس خلوا ببالكم الاميونو سبريسنتس ار نوت افكتيف واحيانا مضر، يعني الاستيرويد مثلا الازاتايوبرين الميثوتريكسيت اللي تفيد بالاوتوميون هيباتايتس ما تنفعنا هون. يعني شوفوا هذا فرق مهم جدا، ارجو ان يعني تلاحظونه. زين، بس ايش نستعمل؟ اكو يسمونه بايل اسيد ديريفيتيف، بايل اسيد ديريفيتيف يسمونه اورسو دي اوكسيكوليك اسيد، هو بايل اسيد والمختصر مالته يوتكا، ات ويل امبروف ليفر فانكشن. زين، اند ماي سلو داون هيستولوجيكال بروجريشن اند ات از وايدلي يوزد، يعني يقلل من السيفيريتي مال الديزيز ويمكن يمنع الفايبروزز.
اكو الدواء البديل، او اذا المريض ما تحسن بشكل جيد على اليوتكا زين ايش نعطينه؟ اوبيتو اوبيتي كوليك اسيد، اوبيتي كوليك اسيد يسمينه اوكا او سي اي زين، is a second generation bile acid therapeutic used in patients showing an inadequate response to UTCA. يعني المريض اذا ما تحسن عن النوع الاول نعطيه النوع الثاني معانه، يعني يفرط اثنين بسوا زين. ايضا المريض نعالجه اذا عنده حكه مثلا نعطيه كوليستيرامين ان يوم بايندينج ريزم، وشافوا انه الريفامبيسين ولو الريفامبيسين استعملوا انتي بايوتيك بالتيوبركلوسيس بالبروسيلوسيس، بس شافوا انه ينفع للبرورايتس، هاي عجيبه غريبه، ممكن ينفع للبرورايتس الريفامبيسين. وممكن نستخدم دواء اللي يسمونه اوبيويد انتاغونيست، يعني ضد المورفين والباسيدين يسمينه نالتروكزون، هذه ايضا نستعملها للايش؟ للبرورايتس. واحيانا قسم من الحالات عندهم حكه جدا شديده بحيث انت تعطي هذه الادويه والمريض ما يستفاد كثير، فهوني ايش نعمل له؟ بلازما فريسز، يعني نعمل عمل اشون، يعني نجي ناخذ البلازما مالته ونفصل بينه، نفصل المواد تعمل ايش؟ هتعمل ايتشين بلازما فريسز اند ليفر سبورت ديفايس، يعني ليفر سبورت ديفايسز يعني كانه كبد اصطناعي، نعمل بلازما فريسز حتى نشيل قسم من المواد من البلازما اللي هتعمل حكه، واحيانا ننظف الدم من المواد السمية اللي موجودة داخل المريض اللي عنده primary biliary cholangitis. المريض يقول لك أنا أيضا تعبان، شلون تعالج الفتيك؟ طبعا هذا العلاج ما له كل الصعب زين، يقول لك ماكو effective therapy، بس قسم من المرضى مثلا اللي عنده hypothyroidism نعالج الhypothyroidism يتحسن الفتيك مالك، أو إذا عنده اكتئاب نفسي نعالج الدبريشن يتحسن زين. طبعا هذول المرضى لانه البايل ما ينزل براحته للديودينم حتى يصير عندنا فات ابزوربشن وفيتامين سولابل فيتامين فات سولابل فيتامينز يصير بي ابزوربشن، فيصير عندهم مال ابزوربشن هذول لانه البايل ده صار افكتيف، فريبليس فات سولابل فيتامينز يعني نعطينه فيتامين اي ودي وكي واي زين، وقسم منهم يصير عندهم استياتوريه زين، فلازم we support them by proper enzymes and bile to make proper absorption. زين؟ بس هذول المرضى اللي يصير عندهم مال absorption لازم تتأكد إنه ما عنده celiac disease. لأنه celiac disease هم يعمل عندنا مال absorption. فإن هذول المرضى العظم مالتهم يتأثر البون. فنعمل لهم bone densometry يسمونه ديكسا. زين؟ ونعالج الأوستيوبوروسيس والأوستيوماليشيا by vitamin D and bisphosphonates. فيتامين دي اند بيسفوسفينيت، هاي تعالج الاوستيوماليشا والاوستيوبوروسيس. والحالات اللي تجيكم متاخره او قسم من المرضى حتى اذا تعالجهم الديزيز والبروجريس زين، نعمل لهم ليفر ترانسبلانت يعني زرع الكبد، والفايف يير سرفايفل مالتهم 80%. بس لانه هذا اوتو اميون ديزيز بعد الترانسبلانت ممكن المرض يرجع. هسه انتهينا من البرايمري بيليري سيروسيس. مواضيع متفرقة عن إصابات بالكبد يجب أن تعرفوها، يعني مثلا هذا الموضوع اخترت لكم كلش مهم، هذا البريجنسي طبعا تعرفوني it is not always straight forward يعني natural process, sometimes it might be surrounded by complication، يعني البريجنسي ممكن يصير بها abortion، ممكن يصير عندها bleeding، ممكن يصير عندنا infection، ممكن يصير عندهم preeclampsia, eclampsia, convulsion، ممكن يصير عندهم هيباتيتس ايضا، ممكن يصير عندهم جونديس زين، ممكن يصير عندهم ديب فين ثرومبوزز. فالبريجننسي يعني اكو عليها كتب كامله، البريجننسي ممكن يصير بيها مخاطر على الامراه زين. فهوني عندنا بريجننسي اند ليفر، بيفور يو دايجنوز بريجننسي ريليتد ليفر ديزيز اكسكلود فايرال هيباتيتس اند دراج يوز، يعني مريضه مثلا حامل وصار عندها مثلا جونديس، قبل ما تقول هاي لها علاقه بالبريجننسي لازم تعمل لها فايرال ستدي، لا يكون يصير عندهم هيباتيتس ديو تو فيروس، او مثلا عاد تاخذ ادويه تعمل هيباتيتس زين. وشغله اللي عندنا مثلا الهيباتيتس اي داز نوت افكت ذا فيتس، يعني مريضه اذا عندها جوندس وسببه الهيباتيتس اي الفيتس ويل بي سيف ات از نوت افكتد باي هيباتيتس اي، بس عندنا بالهيباتيتس بي والهيباتيتس سي اللي تعمل كرونيك هيباتيتس ممكن الفيتس افكت. فالهيباتيتس بي افكت ذا مذر اند ذا فيتس، وبيري ناتال فاكسينيشن
and immunoglobulins are effective and protect the fetus. يعني ممكن زين نعطي vaccination زين نعطي vaccination للفيتس زين أول ما يجي الفيتس اللي أمه عنده هيباتيتس بي تعطينه vaccination وتعطينه immunoglobulin حتى الانتيبودي بسرعة تجهزوا بيها قبل ما تتكون نتيجة الأكتف الميني. والماترنال طبعا الماترنال ترانسميشن مال هيباتيتس بي أشقد الفيتس ينصاب خاصة إذا عنده إي أنتيجين يمكن الطفل ينصاب 90% تشعون شلون بينما عندنا الهيباتيتس سي تمام يصيب الطفل بس less than 3% maternal transmission of C to the fetus is in 1% of cases وقسم منهم يقولون أقل من 3% فالبي أخطر على الطفل والجنين من السي الإي عندنا هيباتيتس إي may more commonly progress to acute طبعا اكو شغله مهمه يعني الهيباتيتس الفايرال هيباتيتس اذا صارت بواحد او امراه ما عندها حمل يعني الديزيز معظمه يطيب فوق 90% بس اذا امراه حامل وتصاب بالتهاب الكبد الفيروسي الديزيز يكون خطر يعني نوبات يصير عندهم اكيوت هيباتيك فيلير وكنا عالجنا حالات يعني الديزيز عاده البريجننت وومن ويل بي مور سيفيرلي افكتد باي فايرال هيباتيتس واكو نوع من الهيباتيتس نسمينه هيباتيتس إي هذا موجود بالهند وجنوب شرق آسيا بالعراق عندنا ما كنت شخصنا منه حالات وقد ينتشر بأوروبا أيضا may more commonly progress to acute liver failure يعني إذا حامل وصار عند الإي احتمال نسبة كبيرة قسم منه يصير عند liver failure زين هذا حكينا عن علاقة الهيباتيتس الفيرال مع البريجنسي نجي على الأوتوميون هيباتيتس البريجنسي may worsen or improve يعني مريضة إذا عندها أوتوميون هيباتيتس وصار عنده بريجننسي احتمال تتحسن واحتمال السوء يعني 50-50 زين يعني ما كلتهم يتحسنوا بس منهم يسوءون زين وايضا ممكن مريضه عندها سيروسز ويونغ 30 سنه يصير عندها حمل زين فاوفن ليدز تو انفيرتيلتي بس نسبه الحمل بالسيروتيك بيشنتس تكون قليله لانه نحن ايش قلنا السيروسز ياثر على الهرمونز على الاستروجين والبروجسترون زين ويأثر على general well-being of the patient فنسبة الحمل تكون عندهم قليلة يجوز بالمايل سيروسز moderate يصير حمل وهذا العناية خاصة بس بالأدفانس سيروسز يعني المريضة يصير عندها infertility زين شغلة الأخ من الأمراض الشائعة اللي موجودة عندنا الجالستونز are more common during pregnancy يعني إذا جيتك وحدي pregnant وعنده right hypochondrial pain عمل له سونار لكن عنده polycystitis أو gallbladder stone ERCP to remove stones can safely be performed but protection of the fetus is needed. يعني مريضة صار عنده stone والstone وصب نزلت على common bile duct صار عنده obstructive jaundice ممكن تعمل له ERCP هي هاي المريضة الحامل بس الـ ERCP طبعا عملية شاقة ونستخدم أشعة معانه فمن تستخدم الـ ERCP لازم تعمل protection of the fetus against the X-ray شعون الشون بس أشنو خاصة نعمله بالسيكند تريمستر بس اذا الستون وقفت نحن المفروض خلال 24 ساعه نشيل فباي فتره من الحمل ممكن نستخدم الاي ار سي بي او بروفايد ذات يو بروتكت ذا فيتس اجينست راديو ثيرابي او راديولوجيكال اكس راي زين نحن يعني هذه يعني الاي ار سي بي انفيزف بروسيجر بس ممكن المريضه اللي عندها بريجننسي وستونز نعمل لها الترا ساوند نون انفيزف ما ياثر وممكن نعمل لها ام ار سي بي يعني ماجنتيك هو نحن المغناطيك ريزونانس ما يأثر على الفيتس بينما السي تي سكان العلمكم السي تي سكان يعطي راديشن كثير للفيتس فاحنا بالبريجننسي اذا احتاج راديولوجي زين نفضل الام ار سي بي عن الاي ار سي بي الا اذا ثيرابيوتيك زين وهذه يعني ما تأثر على الفيتس الالترا ساوند والام ار سي شغلة الأخ يعني لها علاقة بين البريجنسي وأمراض الكبد عندنا الـ ALT يعني ألانين أمينو ترانسفيريز and ألبومين fall during pregnancy يعني normally هاي الإنزيمات تقل خلال pregnancy والألبومين أيضا يقل يعني مكان ما يكون 4 يصير 3.5 مثلا بس ما ينزل إلى 3 أو 2.5 زين والكالاين فوسفاتيز يجب أن تعرفون زين نحن نستخدمه بالليفر ديزيز بس الـ يعني الاستفاده منه خلال البريجننسي تشخيص الامراض مال الكبد تكون قليله ليش لانه الالكالاين فوسفاتيز نورمالي بالبريجننسي يرتفع المصدر ماله البلاسينتا
فمثلا مريضه عندها فقد اوبستراكتيف جوينتس نوبات الالكلاين فوسفاتيز هو يرتفع زين نحن نعمله الفحص بس يجب ان نعرف انه نفس البريجننسي بلا اوبستراكتيف جوينتس ترفع عن الالكلاين فوسفاتيز فنخلي هاي النقطه ببالنا زين اكو شغله الاخ مثلا مريضه تحتاج مثلا بوتاسيوم سبيرينج دايوريتيك مثل اميلورايد وسبيرانولاكتون انتبهوا على هاي النقطه اميلورايد تو تريت اسايتس يعني مريضه مثلا عندها بريجننسي واسايتس ولو زحمه يعني نوبات اسايتس وبريجننسي يعني زحمه نحن المريضه اللي عندها اسايتس ما ننصحها على بريجننسي بس احيانا تصير زين الاسايتس اذا رينا نعالجها نعطي اميلورايد rather than سبيرانولاكتون لانه السبيرانولاكتون بينه تاثير على الفيتس ما مليح زين نعطينه اميلورايد هاي خلوها ببالكم بس مريضة إذا مثلا المريضة خلينا نقول عندها ويلسون ديزيز زين طال عندها بريجننسي continue use of penicillamine and azathioprine during pregnancy أو أي مرض مثلا تحتاج مثلا أوتوميون يعني مثلا عندها أوتوميون هيباتيتس أو عندها ويلسون ديزيز وعاد تاخذ بنسلامين وهذاك تاخذ أزاثيوبرين اثنين نخليهم during pregnancy ما وقف لأنه ما بيهم تيراتوجينيك إفكت تمام أكو تأثير على الفيتس بس الفائدة من هاي الأدوية يعني أكثر أهمية من السايد إفكت اللي هي رياض زين فcontinue use of penicillamine and azathioprine pregnancy related liver disease occur only during pregnancy and may recur during subsequent pregnancy طبعا نحن هسه هاي حكيناها هذا عن المقدمة عن البريجنسي والليفر ديزيز هاي حكيناها عن أمراض تصيب البريجنسي وخارج البريجنسي وشفنا العلاقة والتغييرات بس أكو أمراض من البريجنسي تصيب يعني من البريجنسي نفسها تعمل عندنا ليفر ديزيز بهاي الحالة هي أكثر شيء تصيب الثيرد ترايمستر وأحيانا هاي الأمراض اللي تصيب البريجنسي ممكن ترجع it will be recurrent يعني بالنكست بريجنسي فالمريض لا يبرد نيجي ندرس هاي الأمراض اللي يصير بالبريجنسي أول واحد يسمينه أوبستاتريك كوليستيزيس أو يسمونه كوليستاتيك جوندس أوف بريجنسي كوليستاتيك جوندس أوف بريجنسي هذا it will affect about 1% of pregnancy in Caucasian يعني بالبيض وعادة يصير بالآسيويين والصينيين أكثر يعني 2-3% زين وهو يقول لك له علاقة بالإستروجين ليفل هاي استروجين ليفل وايش وقت يصير هذا المرض يصير بالثلث الاخير من الحمل الثيرد ترايمستر ايش يعمل تيجي المريضه تقول لك عندي حكه زين وخاصه الحكه تصيب الايدين يعني اذا وحده بريجننت قلت ايدي ورجلي عاد حك تفكر بهذا المرض زين طبعا السبب يقول لك it will be associated with raised levels of bile acids and abnormal liver function test يعني البايل اسيد راح ترتفع عندهم بالبلد هذول جماعة الكوليستاتيك ليفر ديزيز مال بريجننسي وأيضا إذا نعمل لهم AST, ALT, SGOT, SGPT هم يرتفع زين العلاج شلون نعالج هذا الأوبستاتيك كوليستيسيس المريضة نعطيها أورسو دي أوكسيكوليك أسيد زين هذا المريض يعني المريضة راح فيه تستفاد من هذا الدواء هذا نفسه استخدمناه بالبرايمري بيليري سيروسيس وأيضا نستخدمه بالأوبستاتيك كوليستيسيس للبرورايتس ممكن نستخدم فقد اكويوس جريم يعني فقد جريم يعني شويه شبه سائل وذ مينثول يعني هذا بين رائحه يعني مستساغه افكتيف ان سوثينج برورايتس نحن ما نعطي ادويه كثيره بالبرورايتس لانه نخاف على الفيتس والمذر فبس نستخدم اورسو دي اوكسيكوليك اسيد ونستخدم ايموليت ايجنت على السكن طبعا هذا المرض تمام هو يعني بناين هو هذا الكوليستيسيس بالبريجنسي بناين بس اكو خطوره على الطفل increased risk of fetal mortality high risk when bile acid levels are over 40 طبعا هذا الديزيز ايضا من يشخصه نعمل bile acid level زين يطلع اكثر من الطبيعي بس اذا عبر ال 40 مايكرومول معناته الريسك للفيتس يكون اكثر فننتبه على هاي المريضة treatment aims to bring bile acid below 40 فنحاول ندخلها مستشفى وننزل البايل أسيد by obitocolic acid هذا قلنا علينا قبل شوية إلى أقل من 40 some centers induce labor before 40 weeks قسم من المرضى اللي
يعني عندهم هذا obstetric jaundice مال pregnancy زين، يخافون على الطفل لا يصير عنده مشاكل زين، فيعملون induction of labor قبل الأسبوع الأربعين من الحمل in an effort to reduce the risk. They induce labor. The risk of recurrence in future pregnancy is high. يعني ممكن المريضة اللي تنصاب بهذا المرض ممكن يرجع له مستقبلا. مرض الله اللي هو unique to pregnancy and liver disease يسمينه acute fatty liver of pregnancy. هذا أخطر، هذا جدا خطر وفيتل إذا ما عالجنا المريضة وشخصناها بالوقت المناسب. هذا رير، هو رير بس serious condition that typically present in the third trimester with vomiting. يعني مريضة إذا مثلا الحمل مالتها خلينا نقول 32 أسبوع وما عندها قبل vomiting وجت هسع vomiting يفكر بالمرض، والمريضة يصير عندها vomiting وabdominal pain وجوندس. شوفوا هاي الترايل vomiting وabdominal pain وجوندس، وعادة هذا أش وقت يصير؟ It is more common in the first pregnancy. يعني durable prime gravida. The prime gravida تنصاب بهذا المرض أكثر من المالتي جرافيدا، وأيضا ممكن يصير أيضا بالمالتيبل بريجنسيز. يعني ممكن يصير بالفيرست بريجنسيز وبالمالتيبل بريجنسيز and is associated with male fetus. يعني الإمرأة اللي تحمل ذكر في يعني باليوترس مالتها جنين هو ذكر ينصابون أكثر بهذا المرض، الفيميل ينصابون بس أقل زين. وأحياناً هذا المرض قلنا كلش خطير يتحول إلى fulminant hepatic failure and death، كلش خطير زين. وأيضاً شافوا أنه له علاقة هذا المرض with an inherited deficiency of the enzyme. أكو قسم من الناس عندهم يعني النساء عندهم deficiency of the enzyme يسمونه long chain acyl coenzyme A dehydrogenase نسمينه لتشاد، لتشاد مثل تشاد يعني هاي تشاد والنيجر مع الأفريقيا نسمينه لتشاد زين. فهذا اللتشاد هذا يكون قليل عند النساء الحوامل اللي ينصابون بالأكيوت فاتي ليفر في بريجنسي. وأيضا ممكن أيضا بالبيبي، البيبي نفسه البيبي هم يكون عنده هذا اللتشاد يكون قليل. فإذا له علاقة بديفيشنسي of the enzymes لتشاد in the baby. شلون يشخص المرض؟ أول شيء هو ثيرد ترايمستر زين، المريضة ممكن ملتي أو برايم جرافيدا، كلينيكال فيتشرز نوزيا فوميتينج ابدومينال بين، الليفر فانكشن تيست مالتها ترتفع. وأيضا أكو شغلة جدا مهمة، من نعمة السونار للمريضة يصير عندها فات بالليفر. يعني الليفر شلون يبين؟ إذا بينو دين يبين لمع يسمونه برايت ليفر. فبرايت ليفر is an ultrasonic sign of a fatty liver of a pregnancy زين. وممكن المريضة إذا حالتها شديدة تشوف مثلاً السايتس وتبين هاي بالألتراساوند زين. فحوصات أخرى للمريضة يصير عندهم لو جلوكوز يعني يصير عندهم هايبوكلاسيميا، وأيضاً يرتفع عندهم اليوريك أسيد، اليوريك أسيد عندهم يرتفع، ويصير عندهم اليوكوسايتوسيس يعني الوايت بي سي ترتفع، الأمونيا لأنه الليفر ما يشتغل ترتفع أيضاً، وأحياناً بالحالات الشديدة اليوريا والكرياتينين ترتفع. وإذا الليفر تأثر بشكل كبير راح البروثرومبين تايم يصير اكثر من 14 سكند، نورمالي 10 11 12، اذا عبر ال 14 معناته ذير سيفير افكشن اوف ذا ليفر. نحن المريضه هذه يعني تشخص كلينيكلي بالفحوصات اللي ذكرناها. ريرلي وي ماي دو ليفر بايبسي. واش راح يبين لنا بالليفر بايبسي؟ شوز مايكرو فاسكولار مايكرو فيزيكولار، الحقيقه هي مايكرو فاسكولار هون مكتوب، هي يمكن مايكرو فيزيكولار يعني حبيبات دقيقة جدا من الفات. مايكرو فيزيكولار استياتوسيس، مايكرو فيزيكولار استياتوسيس يصير عندهم زين. يعني خلنا بالالترا ساوند يبين برايت ليفر، فهذا واحد من نحن هو اسمه اكيوت فاتي ليفر اوف بريجنس. العلاج تعرفون شنو العلاج الشافي؟ سبورتيف كير اند باي ديليفري اوف ذا فيت. من الشخصون هاي الحالة المريضة تدخل مستشفى ويعملوا لها اندكشن اوف ليفر، ويهتمون ايضا بالبريماتشور بيبي التينتو ما تينتو اوكسجين ومونيتر زين. فالعلاج ماكو ادويه زين الطيب هذا المرض الا الانهاء الحمل بس اكيوت فاتي ليفر وبريجنسي. شوفوا هذا عندنا السونار مال اكيوت فاتي ليفر، الترا ساوند شوينج ديفيوز انكريز ايكوجينيسيتي، يعني شوفوا الليفر يبين لماع
زين، وحتى البلد فيزلز والبيليري كانالوكاي ما عاد تبين لانه كان صار عليه ترسبات دهنيه. زين، اذا نعمل بايبسي عاد تغشعون هاي النقاط البيضاء المختلفه الاحجام والدائريه، هي عباره عن يعني استياتوسيس. زين، هي الحقيقه هون يعني مايكرو فيزيكولر استياتوسيس، مايكرو فيزيكولر استياتوسيس. هسه نحن خلصنا من مرضين ذكرناهم بالبرينس والليفر ديزيز. نجي على المرض الاخر اللي ايضا يصير بالبرينس، يسمونه هيليب سيندروم. هيليب سيندروم، طبعا هذا الهيليب سيندروم يعني هو الحقيقه مختصر ايش يصير عندنا. الاتش معناته المريضه يصير عنده هيموليسيس، هذا مرض اخر هاي واحد. والاي ال معناته اليفيتد ليفر انزيمز، والال بي معناته لو بليتليت. فهذا المختصر مالته حتى لسوره الحفظ يسمونه هيلب سيندروم، يصير بينه هيموليسيس واليفيتد ليفر انزيمز اند لو بليتليت. وهذا المرض عاده يصير مع البري اكلامسيا او اكلامسيا، يعني نوبات يصير بوحده ونوبات يصير مع الإكلامسيا أو البريكلامسيا، يعني يصير عندهم هايبرتنشن، نيفروباثي، بروتينيوريا، إديما. It usually present antenatally، يعني ممكن قبل الحمل يصير هذا. It usually present antenatally but can also appear for the first time in postnatal period. يعني هو المرض هو طبعا احنا خلينا نعيده مرة الأخواني، antenatally يعني قبل الولادة، زين، قبل ما يجي الطفل. يعني ممكن المرض هذا يصير during the pregnancy، during the pregnancy، وممكن يصير بعد البوبيريوم أيضا بعد الولادة. فit usually present antenatally but can also appear for the first time in the postnatal period، بس عادة هو يصير خلال الحمل، وعادة أيضا يصير باللاست trimester. symptoms similar to preeclampsia، يعني يصير عندهم hypertension، يصير عندهم proteinuria، يصير عندهم facial and leg edema and also include يصير عندهم هيديك ورايت هايبوكوندريال بين اند فيجوال ديستربنس. فيجوال ديستربنس يعني الرؤيه مالتهم تختلف، لانه البري اكلامسيا نوبات يصير معها ثرومبوزس، نوبات يصير معها هايبرتنشن فتعمل هيديك وفيجوال ديستربنس. طبعا ايضا ناخذ المانيفستيشن، قلنا هذا المرض الهيلب ممكن موجود مع البري اكلامسيا، فممكن المريضة يصير عندها هايبرتنشن ويصير عندها بروتينيوريا مثل ما ذكرت، إديما، الجوندس قليل، يعني هيباتايتس تكون قليلة، فالجوندس is in 5%. بما أن المريضة عندها هيموليسيز فيصير عندها أنيميا لو هيموغلوبين. طبعا الهيموليسيز أنتم مثل ما تعرفون الهيموليسيز ممكن يكون إكسترا فاسكولار وممكن يكون إنترا فاسكولار، فهذه المريضة يصير عندها intravascular hemolysis of RBC. يعني شو نعرفها؟ من نعمل blood film نشوف الخلايا الدموية الـ RBC مكسرة، انقشمت، يعني بها حوافي حادة لأنه كن فصلته، يعني مثل ما أنت مثلا فرشية دائري تضربه بالأرض ويتكسر، فيصير عندنا fragmented معناته عندنا intravascular hemolysis. وأيضا marked increase in serum transaminase، يعني الاي ال تي والاي اس تي ترتفع. لعلمكم يعني هذه الاي ال تي والاي اس تي ما بس سبيسيفيك للليفر ديزيز، ممكن تصير من الهيموليسيس، يعني المرضى اللي عندهم هيموليتيك انيميا ايضا يرتفع عندهم، خاصه مثلا اس جي او تي اللي هو مثلا اي اس تي نسمينه اي اس تي، زين، فيرتفع عندهم الاس جي او تي، يعني لانه هذه ما سبيسيفيك بس للليفر. طبعا كل ديزيز بينه مضاعفات، اشني الكومبليكيشن مال هيلب؟ زين، ليفر هيماتوما اند كابسول رابتشر، نوبات يصير عندنا نزف داخل الكبد، نزف داخل الكبد، وممكن يصير عندنا يعني رابتشر اوف ذا كابسول، يمكن الكابسول اللي على الليفر نسمينه بليسن كابسول اذا ما تخون الذاكره يعني ختموا بالاناتومي، ديو تو سويلينج اوف ذا ليفر اند هيماتوما يصير عندنا كابسول رابتشر، ويصير عندهم دي اي سي disseminated intravascular coagulation، لانه يصير فرد irritant material inside the blood، هذا خاصه intravascular hemolysis، فيحفز لنا الثرومبوزز، زين، ويحفز لنا ايضا البليدنج، فيصير عندهم بليدنج وثرومبوزز، يعني بالدي سي مزعج، يصير عندنا بليدنج ويصير عندنا ثرومبوزز. وممكن يصير عندنا فرد حاله يسموها ابروبشيو بلاسنت،
يعني يصير separation of the placenta و bleeding. يعني الحالة جدا خطرة، وهي المريضة ما تتعالج إلا بالintensive care unit. العلاج ماكو specific care، supportive care زين، control of hypertension، correction of coagulopathy إذا صاعدنا DIC. بس أحسن علاج مثل acute fatty liver of pregnancy delivery of the fetus. من يساعدنا هذا المرض أحسن علاج ننهي الحمل، induction of labor in intensive care unit. زين طبعا نحن قلنا الأمراض مال الكبد خلال البريجنسي ممكن ترجع، ف it may recur in 5% of the future pregnancies. عاد تشعون احنا اذا هاي مريضه عندها هلب وبريكلامسيا عملنا لها بلاد فيلم. شوفوا بالبلاد فيلم ايش شفنا؟ الار بي سي هي طبيعيا مدوره او ديسكويد شيب يعني قرصيه. هون ايش اغشعنا؟ اغشعنا فرغت خلايا متكسره. زين يعني مثل ما واحد كنا قزله قطعه من البقسم المدور. زين حتى شعوه نايم اشر عليه بالسهم الاسود واضحه جدا لانه مظله شويه مفتوحه. هذا due to intravascular hemolysis. موضوع اللي حبينا نعطيكم هو نحن خلصنا يعني مواضيع متفرقه بهاي المحاضره، خلصنا المواضيع اللي لها علاقه بالبريجنسي، نجيكم على موضوع اخر وجدا مهم يسمونه ليفر ترانسبلانتيشن. احنا بوقتنا يعني ما كنا طلاب ما كان يعطونا ليفر ترانسبلانتيشن، لانه الامراض اللي كانت تحتاج ليفر ترانسبلانتيشن ما هالقد منتشره. هاي وحدي هي موجوده بس الوسائل اللي ليفر ترانسبلانتيشن ما كانت موجوده. زين هسه يعني يعملون باوروبا مثلا سنويا فرد يمكن 10,000 حاله من الليفر ترانسبلانت، وبالصين يعملوها. وحتى البيحة قريته بحث، يعني قريته بحث بالسعوديه، بالسعوديه هم يعملون ليفر ترانسبلانت. كانوا قبل يعملون الليفر ترانسبلانت، اشنو السبب؟ ليش يعملون الليفر ترانسبلانت؟ مثلا من الهيباتيتس سي والبي، سيون ليفر فيلير. بالسعوديه هذا القيد رسى 19 اخير 20 سنه قال اول فتره كان اكثر سبب لعمل الليفر ترانسبلانت هو الهيباتيتس سي والبي. هسه عصى عندهم طلع عندنا سبب الاخر الليفر سيروسيس، فاتي ليفر، فاتي ليفر ديزيز، او نسمينه يعني ناش، نن الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز. يعني هذول الاسمان والدايابيتس عندهم دهن بالكبد. فهذا مثل ما انتشر باوروبا وبامريكا، السعوديين تقريبا 35% منهم اسمان اهل الخليج من الاكل والشرب. زين بس عندهم دايابيتس ويصير عندهم ايضا فاتي ليفر. شافوا اخير 10 سنين هذه الاسباب الليفر ترانسبلانت من هذا المرض اللي يعمل سيروسيس هو الفاتي ليفر، هي اللي عتاخذ السبب الرئيسي لعمليه الليفر ترانسبلانت اكثر من الهيباتايتس. شوفوا شلون يعني الانسيدنس يعني يسموها تمبورال فاريشن، يعني الامراض لها علاقه بالوقت. زين والانفايرومنت ايضا. فهذا يعني نبذة عن الليفر ترانسبلانت. طبعا الانديكيشن مال الليفر ترانسبلانت يعني احنا ايش وقت نبدل الليفر؟ اذا عندنا مرض خطير يعني زين نحن ياسين من علاجه، مثلا اكيوت ليفر فيلير من الدراجز مثلا، او هيباتايتس، ميتابوليك ديزيزز، ويلسون، هيموكروماتوسيس. اذا واحد عنده كانسر بالليفر بس ما كان انتشر ممكن يشيل الليفر ماله. زين هذه بشكل عام. بس طبعا هذه يعني ممكن اكيوت ليفر فيلير يصير والمريض ما عنده سيروسيس لانه اكيوت كونديشن. بس اذا مريض عنده سيروسيس، مريض عنده سيروسيس ونريد نعمله ليفر ترانسبلانت، اشني الاشياء اللي بالسيروسيس تصير وتخلينا نعمل الترانسبلانت؟ هذا يجيكم سؤال. مثلا اولا فيرست ابيسود اوف بكتيريال بيريتونايتس، مريض عنده اساتس يصير عنده التهاب بالبيريتون، نعمله ليفر ترانسبلانت. اساتس نسحبها وترجع، نسحبها وترجع ليفر ترانسبلانت. ريكرنت فاريسيال هيموريج عملنا له باندينج المريض، وعملنا له تيبس، وعملنا له سبلين ورينا الشنط وما وقف البليدينج، نعمل له ايضا ليفر ترانسبلانت خاصه اذا يرجع. طبعا قلنا ليفر كانسر، اهل السيروسيس عندهم ليفر كانسر. اذا الكانسر الحجم مالته اقل من 5 سنتيم، الحجم مال الكانسر اقل من 5 سنتيم ممكن نعمل. واذا ايضا عندنا 3 نوديولز، اذا ضيفوا المعلومات مو هاي بوست جراديويت، اذا عندنا 3 نوديولز اقل من 3 سنتيم، ثلاث عقد زين ورميه داخل الكبد حجمها اقل من 3 سنتيم، ممكن نعمل ايضا ليفر ترانسبلانت
واذا عندنا عقده وحدي الحجم مالته مثلا 4 ونصف 4 و9 اشهر بس من يعبر الخمسه احتمال الميتاستاسيس وارد والمريض ما يستفاد من الترانسبلانت. زين اذا مريض مثلا صار عنده عجز بالكبد صار عنده كفالوباثي تدهور في شو اسمه يعني الصحه العقليه والعصبيه زين تعالجه ويرجع تعالجه ويرجع ايضا نعمل له ليفر ترانسبلانت. واذا المريض البيليروبين مالته اكثر من 100 مايكرومول باللتر يعني المية احنا هون بالمايكرومول اكثر شيء 17 100 على 17 5 تقريبا 6 يعني اذا عبر 6 ملي غرام 6 ملي غرام الجوندس بالسيروسيس نعمل ليفر ترانسبلانت. وايضا طعيتوكم لمحه اشو نحن نقيم السيفيريتي مال ليفر سيروسيس عندنا سكورات طعيناكم ارقام مالتها تشايلد بوف سي الاي سهل البي شويه اصعب منه السي هذا نعمل له ايضا ليفر ترانسبلانت. والميل سكور موديل اوف اند ستيج ليفر ديزيز اذا السكور اكثر من 12 ايضا نعمل له ليفر ترانسبلانت. طبعا احنا قبل ما نعمل الليفر ترانسبلانت عندنا مستلزمات لازم نحفظها. البيشنت نيد اي بي او اند سايز ماتش دونرز لازم نلقي دونر يعني مناسب ونعمل لهم اي بي او انكومباتيبلتي كلش مهمه يعني البود جروبس. هوني فقط حاله غريبه اتش ال اي ماتشنج از نوت نيدد يعني هذا الاتش ال اي سيستم احنا بكل ترانسبلانت بالكدني باللانج بالهارت نعمله هوني بالليفر يقول لك ما مهم يعني حتى اذا اثنين ال HLI سيستم مالتهم مختلف زين ممكن تعمل ليفر ترانسبلانت تاخذ من الدونر الى الريسيبيانت بس اهم شيء الاي بي او شوفوا HLI matching is not needed عجيبه غريبه هاي. ايضا المريض اللي نعمل له ليفر ترانسبلانت حتى لا يصير ريجكشن مال اورجان نعطينه فقد ادويه تخمد المناعه الذاتيه مثلا تاكروليموس سايكلوسبورين بريدنيزولون ازاثايوبرين مايكوفينيليت موفيتين زين types of liver transplant يعني انواع الليفر ترانسبلانت سبليت ليفر ترانسبلانت سبليت يعني جزء من الليفر هذا كادافريك ليفر ترانسبلانت كادافريك يعني مثلا لا سمح الله شباب انضغط بالسياره زين وصار عنده برين ديث ومين ياخذون اللي هذا بغى بالخارج كلته من هذول المتبرعين اللي يصابون بالاكسيدنتس بس هي هذول خلال حياتهم يقولون احنا اذا يصير بينا هالشيء هذا ونيأس يعني ما تقدرون تعالجونا ونفقد الوعي ودماغنا يموت زين نحن نسمح انه انتم تاخذون الكبد مالتنا يعني ما يصير واحد ينضرب بالسياره وما كان عطى موافقه مسبقه ياخذون الكبد منه يروحون يروح جلده للدباغ يروح محاكمه وتعويضات عظيمه وسجن بها هاي باوروبا زين فكادافريك ليفر يوز هوني زين لازم بريفيس كون لارج رايت لوب فور ادلتس طبعا من الادلت ياخذون من الجهه اليمين يعني من الجهه اليمنى من الكبد لانه حجمه كبير ان سمول ليفت لوب فور تشايلد التشايلد يعطون سمول يعني ليفت لوب يعطون طبعا الكبد ما كله ينقله جزء منه الليفت لوب لانه صغير يعطونه للطفل والرايت لوب لانه كبير يعطونه للادلت ليفينج دونر ترانسبلانت يعني هذاك من الكدافري زين هذا ليفينج يعني اكو ناس احياء يتبرعون بالكبد وهذه الحقيقه فقد يعني تضحيه عظيمه يمكن احنا هون بالعراق ما عندنا هالشيء هذا يعني اكو واحد من عندكم يعطي جزء من الكبد مالته حتى الاقرب اقربائه ما نتقبله ما تمام يفتح بطنك وشي جزء من الكبد مالته شويه صعبي بس اللي يعملها هذا يعني مثل ما نقول فقد حسنه عظيمه زين living donor transplantation زين فليفت lateral segment of the right or the right lobe ياخذون اما الليفت lateral segment من الشخص الحي او الرايت لوب طبعا يعني احنا من ناخذ الكبد من واحد طبيعي كل شيء ما بينه هم بها مورتاليتي ايش قد المورتاليتي 0.5 الى 1% دونر مورتاليتي والله ما قليل هاي يعني من ال100 من ال200 يموت واحد او من ال100 يموت واحد يعني هم ما قليل هاي النسبه كونترا انديكيشن تو ليفر ترانسبلانت يعني اكو مرضى اذا عندهم هاي الاشياء ما نعمل لهم ليفر ترانسبلانت ما نعمل لهم ليفر ترانسبلانت اللي هي السيبسيز اذا عنده انفكشن لازم نعالجه اذا عنده مالجنسي المريض وغير مكان ما نعمل له واذا المريض عنده ليفر ديزيز ويحتاج له ترانسبلانت ويظل يشرب الكحول ايضا ما نعمل له لازم يوقف واذا المريض يعني الهارت مالته
اللنج مالته ما مليح، كارديو بالمونري ديزيز يعني هارت فيلير ريسبر ام ما نعمل. الكومبليكيشن مال الليفر ترانسبلانت ممكن يكون يصير عندنا اكيوت ريجكشن يعني ينرفض الكبد، وهذا 60% يحدث باول 6 اسابيع زين، ويحتاج له جرعه عاليه جدا من البنسلون، وممكن يصير عنده سيرجيكال كومبليكيشن هيباتيك ارتري ثرومبوزيس بيليري ستريكتشر تنطخ البيليري الدك بورتال فين ثرومبوزيس، وذول يتعرضون للانفكشن اميون كومبرومايز يصير عندهم سي ان في فيروس وهيباتايتس وتوبركلوسيس. والليت كومبليكيشن ممكن المرض اللي نحن بالاصل عالجناه ويرجع بالجرافت، وممكن يصير عندنا كرونيك فاسكولار ريزكشن يعني اكو اكيوت واكو كرونيك، وممكن يصير عندهم ميتابوليك سيندروم يعني مثلا يصير عندهم فاتي ليفر ديزيز ايضا. والكومبليكيشن ايضا تجي من الادويه اللي استخدموها، السايكلوسبورين كوزز رينال ديسفانكشن، هذا السايكلوسبورين يعمل هاي بلود يوريا، والاميونو سبريشن طبعا من يصير المريض عنده اميونو سبريشن لايبل فور انفكشن اند ايفن مالجنسي. طبعا البروجنوزز مال ليفر ترانسبلانت worse for acute liver failure compared to chronic liver disease، يعني اذا مريض صار عنده acute liver failure البروجنوزز ما هالقد مريح، because most patients have multi organ failure at the time of transplantation، يعني اذا مريض عنده cirrhosis ووضعه مليح المورتاليتي مالته اقل، بس اذا وعد كل شيء ما بينه صار عنده مثلا acute hepatitis B infection فمن يصير liver failure القلب مالته والكدني ايضا يصير فيها failure فالمورتاليتي تكون كثيره. والone year survival 65% and falls to 59 at 5 years يعني good percentage. والone year survival for patients with cirrhosis هذا بالأكيوت 65، إذا عنده cirrhosis ووضع العظام مالته مليح الone year survival 90% ويقل بعد 5 سنين إلى 65. أنا انتهت المحاضرة مالتي، ظل عندكم 10 دقائق للمحاضرة مع دكتورة ذكاء، فإذا عندكم خلال الدقائق القليلة المعدودة إذا عندكم أي سؤال بالمحاضرة اللي طعيتوها I am ready to answer أي سؤال أي استفسار زين، عندكم بعد 13 دقيقة تفضلي. دكتور بس الكوليستيك باترن اللي يصير بالبرايمري بيلاري كولنجايتس ممكن تعيده الفرق عن الأوتوميون؟ الكوليستاتيك باترن يعني من نقول كوليستاتيك باترن يصير عندنا obstruction بالبيليري باسجز سواء هذا سيرجيكال او ميديكال، هاي وحدي. اثنين الالكالين فوسفاتيز كثير يرتفع بينما الاي اس تي والاي ال تي ترتفع شويه. بالاوتو اميون هيباتايتس يصير هيباتيتيك باترن هيباتايتس الالكالين فوسفاتيز شويه يرتفع، الاي اس تي والاي ال تي يصير مثلا 500 600 1000 10 الى 20 مره، هذا ديو تو هيباتايتس هذاك ديو تو obstruction. هذا الفرق صار مفهوم يعني من الاجابه؟ أي دكتور مفهوم. شكرا. جيد. شكرا دكتور.